اهلا بنات، صباح النور، صباح الورد والياسمين. ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين. انتم كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا ناشطين فرحانين، اي حاجه في الحياه زوينه ان شاء الله تكون عندكم ان شاء الله يا ربي. المهم فيديو جديد، فيديو روتين منزلي اللي غنشارك معكم شويه نظيفه الثلاجه حيت حالتها حاله مسكينه، واحد الحاله يرتى لها فريمون. والقضيه هانت شفتوا هنايا، شوفوا القضيه هنايا، الخضره وداكشي خصني نصايب كلشي، الدجاج الحوت. المهم شتا، المهم خاصني نصايب كلشي. هذيك هي اكره حاجه كنكره، كيعجبني نمشيو نعمر في الكادي ونمشي عند مول اللحم وتهزي اللحم ديال الدار فرحانه. شكون يصايبهم؟ ناري ما كتفوت عليك كحلة عاد باش كتكمل يوم. المهم كان عندي هنا شي صوالحات غسلتهم، خملت الصاله كما كنتو تشوفوا معايا، ولادي هامد وفاقور، درت الحوايج يتصبنوا. المهم فقت شويه هاد النهار بكري وداكشي، قضيت الاغراض ديالي. ولادي دابا اللي فاقوا الصباح خلاص فطروا داكشي، وجدت لهم الماكله ديالهم، وجدت لهم الكومبوط نتاع البنان، وجدت لهم البروكولي عجبهم بزاف صراحه، ولو كياكلوه لي كنقول اوما بعدا غادي ياكلوا لي واحد حاجه ويستنفعوا بها كما يقولوا. صافي بقيت كنديروا لهم وكياكلوه، غادي نمشي غير نطحنوا لهم راهم فاقوا كما كتشوفوا. فرشت لهم ليها تنوري البنات. اول حاجه حطوا اللايك، اللايك البنات اللايك، يلا دابا حطوا اللايك لايك لايك لايك، حيت ما نقولش كتحطوا اللايك، حطوا لايك بليز. المهم انا نمشي نوريكم دابا هذا فين صايبت لهم باش هكايا نحطهم تما. المهم هانتوما هنايا نوريكم. المهم هنايا كانت لي ديك التلفازه قلت لكم كانت شاداني البلاص، كانت محطوطه هنايا. رديت دابا الكراسة ديالهم هنايا، هادو الكراسة على من كياكلوا، هذا الصاك ديالهم كنخليه فيه لي كوش وداكشي. هنايا وجدت لهم ديك الاخر الكوبيرتا هكا طويتها على زوج، ودرت السبيرات فوتها مزيان وصافي. هنايا ديك الحوايج تاع فواد خليتهم له تما، نحطهم هنايا يلعبوا من الالعاب نتاعهم. صافي والطويله ممسوحه مقاده كلشي مزيان. هاني جايه ماما، هاني جيت. قلت لكم رديت الصابون يتصبن، تخيلوا حتى قرب يكمل، وفكرت انني ما درتش الصابون ورجعت عاودت له كلشي، درت له صابون ورجعت عاود خدمت الماكينه. المهم انا نمشي ننزل وليداتي، ننزلهم هنايا نوكلهم، نلعب معاهم شويه، عاد نديكم نخملوا شويه الكوزينه، نكملوا التخمه تاع الكوزينه زعما، نصايبوا التقديه ونصايبوا شويه الثلاجه نمشحوها وداكشي. المهم هانتوما تفوتوا معايا الجورني، الى وصلتي هنايا وشتيني حط لايك، يلا حط لايك دابا. يلا مامي هاجي، هاني جيت نجيبو ليان، هنجيبو ليان، ليلي ها ليلي نهضر معكم شويه حيت البارح ولدي كان مريض، وهذا النهار بنتي صبحت هي مريضه. الرواح لا نجيكم، وديك التنخيمه بحال هكايا اللي ما كتخلي من كيجيو يكحو كيجيو حاشاكم التقيه. المهم البارح هو فريمون مع هو كينعس، قلت لكم كينعس بلا تيتين، ديك السوسات كينعس بها والهايه كينعس بها، ومن كيديرها فمو مع كيتنفس بفمو نيفم بوش، كون كيتنفس بالفم كيجي يتنفس بالفم وكيتلقى ديك لاتيتين وكطيح له وكيبكي، خصني نردها له، كينفخ كنردها له، وكيديه النعاس واحد شويه عاودي تخنق له النيف ويبغي يصوت بالفم، عاود طيح له عاود مش ردها له. المهم البارح ضليت هكايا، ومن فقت الصباح
فقت لي حتى البنت مريضه مع ديك من فقت معاهم نعطيهم مع ديك 6 د الصباح فقت باش نعطيهم الحليب لقيتها حتى هي غير كتكح ومريضه صراحه هي كاع العمر ديالي هي كزينه. المهم البارح ولدي درت له هاد الشميعه هادي اللي جبتها من المغرب نتاع فليو كان قالت لي مرت خويا زوينين بزاف سميتو كوكي لوشيدال كوكي لوشيدال يمكن اللي بقيتها عاقله واه هذا كوكو لوشيدال المهم هذه قالت لي زوينه وشريتها في المغرب صراحه كانت بنتي مرضت لي حتى هي بالكحه في المغرب شريتها لها ودارت لاباس. المهم ما بقاليش منها درت كانوا عندي شي 5 ولا شي حاجه درت له هو لا كانوا عندي 4 درت له البارح وحده ومع الصباح وحده وهي عاود مشتها هكا درت لها الصباح حتى هي وحده وبقات لي وحده غادي نديرها لها ليها في الليل. سينو هاد السيرو عاوتاني تاع دو لي بخان اللي عطيتو لهم قبيله البارح ما عطيتولوش درت غير الشميعه قلت ما تحسيش حيت السخانه كانت طلعت له 38 قلت ما تحسيش غادي الشميعه دير الاخر ما بغيتش نكثر لهم الدوايا راكم فاهمين. ومن شتو ما دارش لاباس درت له قبيله السيرو وغادي نعطي لها حتى هي ما شربتش السيرو غادي نعطي لها حتى هي درك السيرو هي كانوا هويا بردي شتي ملي يكونوا مرادين ودوك العينين ديالهم هكا ويتنحت غير بالفم هويا حال العمر ديالي الكبيده هي الزينه الغاليه على العمر ديالي لا بابا ما لا. المهم نعطيها دابا السيرو ونلعب معاهم شويه ناكلهم شي بعدا نجيب باش ناكلهم ونلعب معاهم شويه وعاد نفوتو الكوزينه ان شاء الله صافي وريو. المهم كيشوفوا فيا العمر كيشوفوا فيا برنا دا كيحلوا فيا فمهم العمر ديالي. المهم انا نمشي نجيب ناكلهم وهانتوما معايا نديرو عام عام ماما يامي يامي. المهم هنايا درت لهم بروكولي صراحه كيعجبهم درت لهم معاهم شويه زيت الزيتون. المهم مع بروكولي عجبهم صراحه صافي. وهنايا صيبت لهم كومبوت نتاع البنان بنتي عجبها الكومبوت عجبها بزاف درت لها هاد يومين كندير لها نتاع بعويد وبنان وتفاح وهاد النهار درت لها غير البنان غنشوف واش غادي يعجبها. المهم بنان مسلوق وكطحنوه زوين. المهم انا غادي نحطهم دابا في الكراسي نتاعهم هنايا ياك ماما وديروا عم 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 ديروا عم عم لكم بزاف اللي سولوني على هاد الكراسه واش زوينين. المهم غابور كاليتي بخيره مزيانين صراحه ب 16 اورو راه ما غاديش تلقاي كرسي نتاع الماكله بهذا الثمن و سي براتيك وخفيف ومن تكملي به الا ما بقى فيه ما يصلح باش تصدقيه ولا شي حاجه جلق اني ما كيبقاش فيك ثمنه صافي الله يعاونو جاب المده ديالو الله يعاونو صراحه مي زوين لا كاليتي زوينه كيجلسوا فيه كيلعبوا فيه كيعجبهم بوغ لاستو زعما ما عنديش شي ويا الحبيبه ديالي نديرو عمام شتو كيكحوا مساكين كحه قاسحه. المهم انا نحطهم ناكلهم كما قلت لكم درت لهم بروكولي مع بنان يلا هاجه ماما هاجه. هانتوما يا البنات شوفوا الروينه اللي عندي في الثلاجه شوف كل شيء خاصو يتجبد شوفوا 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 الروينه كحله. المهم كل شيء مرونه كل شيء خاصها تصايب كل شيء خاصها تسقد هذه شحال صراحه ما صايبتهاش زعما غنخرج دابا كامل هذا الشيء كامل هذا الشيء خاصو يتجبد لكم كلشي هادشي خاصو يتجبد وخاصني نمسحها شويه ونستف كل حاجه في بلاصتها. المهم هنايا السلطه كنصفصها لي خالتي شوف نسيتو كاع ما كنضروري غادي ناكل بحال البنات ما تقولوليش ما تاكليش ما تقولوليش شوفوا الباء وفوقاش جاب لي نهار الحد جاب لي الملفاي ضروري ناكل وحيده جهاني وانا مازال ما مغدياش فهم كل شيء هاد وعندي الخضره هنايا في الصاك وداك الشيء خاصني نصايبها جاري جاري ماما هنايا جاب الكفته والدجاج اللي خاصني نغسلهم جابهم البارح هنايا الرجلين تاع الدجاج حتى هما خاصهم يتغسلوا هاني جاي يا حبيبي هاني جيت هنا القرعه داكشي اللي كان مقلب ديك القرعه الكبيره خلي هذا الشيء ولكن يبان لي بحال الا بدات كتخسر يمكن غادي نرميها حيت عندي وحده جديده الله هنا
هنا الكاطو والزميطه اللي باقي لي منالا. هنايا هذوك الليمون اللي كنت خديت اللي مازال ما طيبتهمش، خاصني نطيبهم ان شاء الله. انا كنت خديتهم من ليدل. الحروف جاغيف يا ماما، جاغيف جاغيف جاغيف. بزاف اللي قالوا لي هذه مارغارين ما تستعمليهاش، هذه تاع مكتوب فيها كويزيني باتيسري. انا كنستعملها غير باتيسري، يعني ما كنستعملهاش في الطياب ولا القليان ولا شي حاجه. ماما هاني جايه هاني جايه، خليني مسكره المرا ديال غادي نمشي عندهم حتى نكمل، نمشي ندير لهم الحليب ينعسوا ونجي نكمل معكم ان شاء الله. هاني جايه هاني جايه ماما هاني جيت هاني جيت. هنا الكروفيت هاني فشي كيش كيش بليزيبينا والكروفيت. يا سلام يا سلام، جربوه لي معمول ما جرب الكيش بلي كروفيت ليزيبينا، ما جرب والو في الكيش. ان ديليس بنين. الكيك شوفوا الكيك هنا والكيك هنا. ها ها، عطيتك حليبة شنو بغيتي تاني؟ ها عطيتك حليبة قول، عطيتك حليبة لا قول. نيمو شوفوا هادو كنت جبتهم من المغرب. هنايا كاين هذا تشيشه تاع مرمز، تشيشه خاصني نطيبها صراحه، هادشي صحي سوقت دابا في البرد وداكشي. تشيشه تاع مرمز عندي هنايا، بغيت ندير كنقول بغيت ندير ما كندير والو. هنا عندي حبه حلاوه ولا نافع ولا شي حاجه، ندير غير قريشلات هكايا قريشلات. مامو راني جايه ليما. هنايا تشيشه تاع مرمز تاع هادي، وهنايا مرمز الزميطه. راك تشوفوا باش تطيقوا تشيقوا الوصفه، انا اللي كنت كنديرها كنت كتصيفط لهم ماشتو مسكينه. ها هو هذا، وهنا عاودت العشوب، هنا حبه حلاوه والنافع والجنجلام داكشي نتاع نتاع قريشلات. وقد بسطيره هنا هي زريعه الكتان وي مروينه. جاريد ماسكاربون زبدة جاريد. غادي نحكها بهاد الحبيلة جديدة يبان لي الضو ناقص، شتو حيت علاش الضو نتا هذاك نتا التلاجة كياخد الضو نتا الاخر. غنفي التلاجة باش هكا يطفى الضو، واصلا باش نحكها خاص ضروري نفي. فوالا شتو كيفاش دابا كيرجع الضو، حيت داك الضو كياخد لي الضو اللي كاين عندي انايا. نيمو ما ندير حتى شي حاجه، نمشي عاود نشوف ونعاود نتلاقى معاكم نمشي نشوف. المهم انا غنحاول نزرب حيت بغاني انني نجلس حداه، فهمتوا يعني ما باغي حتى شي حاجه، باغي انني نهزو ونجلس معاه، وانا باغي نكمل شويه الشغل ديالي. هاني جايه هاني. المهم انا نكمل شغلي، المهم غادي نغسلها غير بالسيترون ولا الخل، المهم نغسلها بالخل يمكن احسن.
ما قدرتش نسمعو يبكي ونبقى جالسه. المهم نتلاقاو عاوتاني، انا غنمشي ونجي. كملت البنات ستاف وما خدامنيش دو وليدات نتاعي راهم بغي كيبكيو. المهم كملت قلت لكم عفوا زيا صونيت الاسماء صاحبتي كنا كنهضروا ماما دابا راه كتصوني نعاود نصوني لها. المهم هانتوما كتشقاو قلت لكم هانتوما كتشقاو هانتوما كتضحكوا ناشطين فرحانين تبقاو تهضروا مع اللي كيعجبكم كذا وانتوما ضاحكين وناشطين. المهم غادي نرد البريز للثلاجه وخاصني عاد نجمع الدعوه نوريكم الدعوه راه هكا مسخه مازال خاصني نجمع. المهم راه يلاه صيفط الثلاجه مره نمشي عند ولادي مره نرجع مره نمشي مره كافي مع لي زونفون وليدات. انا نقلب لكم نوريكم كيفاش صيفطها وصافي غير نقيتها شويه بالخل وكذا. المهم البنات استفتها غير بحال هكايا غير نقيتها. المهم انا ماشي غرضي من نستفها زعما شي تستاف غير نقيها
المهم هنا هاد الدجاج خصني نصايبو، هنايا ليمون، هنايا شويه الكاطو عندي في هذا الفقس كيبان لكم، وكاين تما شويه الكاطو نتاع القوقاو، عندي هنايا الفخوماج، الماسكاربون، الزبده، الكونفيتير، المهم كاين تمايا. هنايا كاين دانون هذا الشوكولا نتاع فؤاد، وهذا الاخر نتاع الفاني والسيترون داكشي نتاعي، وكندير به حتى الكاطو حتى كيجي به لوغو زوين، هذا نتاع ليد للبنات كيكون فيه لوغو النكهه مجهده، يعني لابد مثلا تصايبوا كاطو سيترون خذوا هذا كيكون فيه سيترون البنه ديالو زوينه، الفاني كتحسوا البنه نتاع الفاني فريمون زوين. هنايا عندي كريم فريش اللي كنستعملها بزاف كنطيب بها بزاف، المهم هاي هذه هنايا عندي ستوك، المهم قالوا لي بزاف ما ديرهاش في الثلاجه وداكشي، ما عنديش مشكل، هاني جايه هاني جايه ماما راهي تبكي لي. المهم الفخوماج، هنا الفخوماج غاطي، هنا الملفاي، هنا خيزو، هنا مطيشه، هنا الفلفله مع القرعه، راه كاين القرعه لتحت. هنا عندي الكروفيت، وهنا هاد الميكان تاع الزيتون راه عندي هنا، بغيت ندير بها شي طاجين. المهم ما تخافوش ما غاديش تقطع عليها حيت ميكا زعما دايره الكروفيت. هنا عندي السلطه صافي، وداكشي نتاع عندي واحد السوبره نتاع الكيك هنايا، ديك التيشان تاع مرمز وداكشي خليتهم هنا خصني نطيبهم. لهاد الجهه هنايا كاين لي صوص، المهم لي صوص الحليب السيرو صافي، وهنايا البيض صافي. الثلاجه جات على هذا الشكل هكايا، راه دابا نقيه بعدا اموا ماشي كما كانت. وشوفوا دوك الكواغط خاصني نرميهم. هنايا قلت لكم عندي الدجاج والكفته خاصني نصايبهم. هنايا كنت طيبت لولادي الماكله. هنايا هاد القرعه بانت لي بحال خسرت شويه، يمكن غادي نرميها ولا غادي نحتفظ بالجزء اللي فيه من الاخر زوين. هنايا العطريه جبتها من المغرب راه باقيه هنايا، المهم كنهز بها وكنستعمل، غادي خاصني نصايبها بلاصتها. هنايا السيترون داكشي، وهنا شويه الصوالح خاصني نغسلهم، سينو راه ماشي بزاف بزاف غير ديك الطاوه وداكشي ماشي، خاصني عاد نقادها. المهم هنايا خاصني نقاد هادشي، كيما انا نمشي نجلس شويه مع وليداتي حيت ما عطيتهمش الوقت هاد النهار صراحه بزاف، نمشي نلعب معاهم شويه عاوتان وكذا وكذا عاوتان يديروا، ونجي نصايب معاكم العشاء ونجمعوا هاد الدعوه صافي يلا.
المهم البنات هنا غادي ندير العشاء، واخا وليداتي راهم غيبكيو وما خلاوني ندير حتى شي حاجه. المهم هنايا خديت هذوك رجلات نتاع الدجاج، وفتريت لقيت هادو راهم بلديين، دجاج بلدي خصو الوقت خصو يطيب على خاطرو على ما اظن انهم بلديين. المهم قتلتهم مزيان، درت لهم الحامض والخل كما كشتو، رقدتهم مزيان في الملح والحامض شي ساعه درك، وعادي جدا باش نطيبهم. المهم غادي نطيبهم غير هما والبصله حيت ما عنديش البطاطا. المهم انا كتموت على البطاطا مع الدجاج، مي ما بقاتليش، ندير غير البصله والزيتون صافي. ندير هنايا قلت لكم درت شويه زيت الزيتون، الثومه راهي ديجا درت، وغادي نزيد شويه، ندير شويه نتاع الزعتر، ندير البزار، المهم درت سكينجبير و ندير شويه الخرقوم. والملحة ديجا راه ترقدوا في الملحة بعدا، فوالا نحاول انني انا راني تقبتهم مزيان باش يدخل لهم ديك العطرية. بحال هكايا. ودابا غادي نصايب البصله ونرجع ندي الدجاج ديالي. المهم بعد ما خليتهم يتقلاو شويه، كاين هذا الروه هنايا البنات، زدت له شويه د المليحه شويه بزار شويه خرقوم، وغادي نجي نروي به هذا. ولا بحال هكا صافي، ونخليه يطيب على خاطرو على مهله. غادي نزيد له عاد واحد شي حبات نتاع البصله، غادي كنقشر هنايا واحد جوج حبات ولا شي حاجه، ونخليه يتعسل على خاطر خاطرو. شوفو كي رجعت فورانتي مارتشين درتها بكثرة الغوات ديالهم، نرجع للكوزينه نغوتو نمشي نجي نمشي نجي. شوفو والله ما دارت حتى شي حاجه، شوفو تعرفو كنشوفو وجهي اون فاس احمر احمر كيما طيشه وسخون. دابا هنايا طيبه 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 طيبه. مهم انا دابا رديت الطاجين كما قلت لكم، وباقي لي دابا عاد نخمل الكوزينه، مي غادي نشوف الا قدرت راه غنخملها، ما كثرش ترى غدا الصباح ونصبح عليها ان شاء الله.
حيت خملتها وصلت الصوالح كلشي ورونت عاود كلشي من جبت الثلاجه وهكا ومع البزوز روح حواجر ومع راهم مراضين راكو عارفين الكحه وسخانه وحتى انا يبان لي بحال بغى يقيسني حتى انا. المهم نمشي ندير لكم عاد المونتاج درك نمشي نطيب مونتاج وغادي يبكيو لي ونبقى نشدهم وراني وبداتشي وبتاتا. المهم ماشي مشكل الطاجين ديالنا راه كيطيب نمشي ندير المونتاج ومن بعد نتلاقى معكم ان شاء الله ملي يطيب الطاجين. صافي يلا باي. ايها هو دا الطويجين البنات كي جا درت له زويتينات صراحه باين بنين. المهم هنايا نختم لكم فيديو البنات نتمنى ان شاء الله فيديو يعجبكم ما تنسونيش من اللايك نتاعكم نقول لكم انا باغيكم خير ربي غير ربي نتلاقاو فين وفوقاش فيديو جاي ان شاء الله تهلاو في راسكم وفي صحتكم. السلام عليكم.